أولمبي بيسوسا الجزائر زيمبابوي، ونتيجة تهم المنتخب الجزائري فقط، يكفيه التعادل الترشح أو حتى الهزيمة بفارق هدف، أو المحاولة من فارس فلاحي التصويب على الطائر بدون خطورة. منتخب زيمبابوي أتيحت له فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 12 عن طريق نغوفو. خط هجوم الزيمبابوي يضرب بقوة أمام الجزائر، ولولا الحارس قواوي لكان الهدف الأول في الدقيقة 22 من هذا الشوط، ودائما عن طريق نغوفو. عنتر يحيى يدخل مكان سمير زاوي، ومخالفة للمنتخب الجزائري، كرة مولاي حدو تمر بجانب المرمى. المنتخب الجزائري اعتمد كثيرا على الكرات الثابتة، اشيو يرفع الكرة وقائد الفريق زفور بالراس. دفاع المنتخب الجزائري كان بطيء امام سرعة خط هجوم الزيمبابوي اللي في كل هجوم كان قادر على التهديف. 31 دقيقة نغوفو يضيع فرصة هدف مرة اخرى، واحداث المفاجأة في هذا الشوط اللي ظهر فيه المنتخب الجزائري بمردود مغاير تماما للمباريات السابقة، مع اداء جيد للزيمبابوي لكن بدون نجاعة امام المرمى. الشوط الثاني ينطلق بنسق بطيء من المنتخبين، والدقيقة 50 هجوم لمنتخب الزيمبابوي، الكرة ضايعة. يواصل منتخب الزيمبابوي البحث على التهديف. 61 دقيقة أول هجوم خطير للجزائر عن طريق فارس فلاحي يتباطأ، والكرة في الركنية. 63 دقيقة هجوم للزيمبابوي، أدام نغوفو على اليسار يرفع الكرة، وعنتر يحيى ينقذ المنتخب الجزائري من هدف محقق. ركنية تتنفذ ولوفالا بالراس يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الأول. رابح سعدين يقحم عبد الملك شراد مكان الفلاحي، والتفكير في الهجوم أكثر لتفادي مفاجآت أخرى في هذه المباراة. عبد الملك شراد في الهجوم يوزع الكرة ويتدخل جوال، والكرة في الركنية تتنفذ. الهجوم يتعكس بسرعة مع تباطؤ مدافع الجزائر، ولوفالا يسجل الهدف الثاني. ٧٢ دقيقة لعب المنتخب الجزائري ينتفض. هجوم التوزيع في العمق، الحارس يضيع الكرة، وحسين آشيو بالراس يذلل الفارق ويعيد الأمل للجزائر للمرور للدور الربع النهائي، وفرحة جماهير الجزائر فوق المدارس. بالمادي ما كان بالماضي، ركنية ينفذها بالمادي ترجع من الدفاع، وزافور يحاول مباغت كاربيني. 80 دقيقة ضغط من الجزائر على دفاع زيمبابوي اللي يعتمد الهجومات المعاكسة خاصة عن طريق بيتر نغوفو. 82 دقيقة تبادل كروي، التوزيع بالرأس من آشو، شراد بالرأس كادت تكون الهدف الثاني. آخر هجوم للمنتخب الجزائري في هذه المباراة كان في الوقت البديل، عبد الملك شراد يحاول التصويب لكن الكرة تضيع عليه، والمنتخب الجزائري يتأهل للدور الربع النهائي بفضل هدف آشو. مدرب منتخب زيمبابوي قال احنا جينا الى تونس لمزيد الاحتكاك واخذ التجربه مع منتخبات قويه وتملك زاد فني كبير. القرعه وضعتنا في مجموعه صعبه وكلهم ابطال على غرار الكاميرون مصر والجزائر، لكن بالرغم من هذا قدمنا مشاركه مشرفه في اول تظاهره افريقيه لنا. المدرب رابح سعدان اشار بعد اللقاء لمرور منتخب الجزائر للدور الموالي هو انجاز هام امام منتخبات قويه على غرار الكاميرون مصر وايضا الزيمبابوي اللي شاهدناها اليوم، قدم مباراه ممتازه وحقق انتصار علينا. واحنا سبق وان قلنا اللي منتخبنا جاء للدوره هذه بدون تحضيرات خاصه، لكن عناصر الفريق قدموا مردود ممتاز امام الكاميرون ومصر بالرغم من قله التجربه المكتسبه لدى اغلب اللاعبين، لكن ترشحنا للدور القادم هو في الحقيقه يعد انجاز هام لكره القدم الجزائريه.